إذا سؤال واحد اثنين في عندي بالشكل واحد ثمانية اثنين في عندي الميم بار خلينا نرسمه طبعا هاي أنا راسمها الجاف أكبر من الواقع هي صغيرة جدا راح تكون بس نرسمها أكبر شوي الواقع حتى نقدر نشوفها بس اللي عندي هون معدل سيرف عندي عدد اللفات هون 400 لفة إذا n بتساوي 400 في عندي كرب طبعا ناجي هذه الجاب 0.05 سنتيمتر عرض الجاب هذه الاير جاب اللي هون 0.05 سنتيمتر The cross sectional area يعني لو اخذنا هون cross section cross sectional area هون 12 سنتيمتر مربع هلا احنا بنفضل دائما نشتغل بايش؟ بالمتر اذا بدي احول هدول حتى احول هاي لمتر ايش بدي اقسمها؟ على 1000 سنتيمتر هاي على 100 على 100 اضيف صفرين والصفر الاصلي اللي كان موجود هذه صارت او اللي هي 1 2 3 4 5 تايمز 10 تو ذا ماينس 4 و12 سنتيمتر طيب حتى احول 12 سنتيمتر مربع على 100 مربع ايش بقسم؟ بقسم على 100 في 100 مش هيك؟ 100 في 100 100 في 100 بدي اقسم هذا الرقم على 10000 بعطيني 1 2 أو ممكن نحط 12 times 10 to the minus 4 square meter. هاي صارت عندي المساحة. لكن هون في عندي فرنجينج، الإفكتيف على الفرنجينج اللي حكينا عنه. فالإفكتيف على الفرنجينج بتزيد هاي الأريا بمقدار 5%. إذا في عندي الأريا هون تبعت M خلينا نسميها الفيروماجنتيك ماتيريال، وهون عندي A تبعت الهواء. إذا A M بتساوي 12 times 10 to the minus 4 square meters لكن A A بتساوي شو بعمل حتى أطلعها؟ A M بتساوي يعني أو نضربها في 1.05 مش حتى أزيد ب 5% بضرب في 1.05 إذا عندي هون 1.05 مضروبة في 12 times 10 to the minus 4 تعطيني هذا الرقم الجديد اللي هو المساحه بتكون اكبر بمقدار 5% او اذا بتحبوا بنخليها زي ما هي ونحسبها بعد في النهايه طبعا هذه كمان وحدتها ايش؟ 1.25 ايش ال 1.25؟ هي زياده 5% زياده 5% قديش 5% من واحد لواحد؟ 5% مش هذا سؤالك بتسال عنه؟ أنا عندي 5% شو بتساوي؟ بتساوي 0.05 مضبوط؟ أنا بدي المساحة الأصلية زائد 5% يعني بدي 1 زائد 5% شو بتساوي هاي؟ 1.05 أنت إذا حطيت 1.5 كأنك زدتها بمقدار قديش؟ 50% أنا بدي أضيفها بس بمقدار 5% هي 5% ماشي واضح؟ بعدين عندنا الأريا هلا بدي حتى أحسب الريلكتنس بدي الطول المسافه هاي المسافه هو معطيني اياها جاهزه ما طلب اني احسبها معطيني انه المين لينث كله هو عباره عن 40 سنتيمتر مش هيك أربعين سنتيمتر يعني ما اعتبر هذه طبعا راح اهملها القطعه الصغيره فصف عندي ال للكور او ال للماجنت الماجنت من هون 40 سنتيمتر اللي هي قديش بقسمها على 100 شو بتصير 4 من المتر هاي المساحة قديش؟ 0.05 هي حولناها ل 0.005 متر، إذا عندي في عندي ريلاكتنس هون، هاي نسميها ريلاكتنس 1 وفي كتاب بيستعمل أظن بسميها ريلاكتنس 1. ريلاكتنس 1 وبعدين أو مسميهم ريلاكتنس كور وريلاكتنس اير جاب، مسميهم ار سي وار اي. عندي هاي ريلاكتنس وهاي ريلاكتنس، بدنا نحسب كل واحدة من الريلاكتنسز هدول، هلا بدنا نشوف السؤال شو المطلوب.
بدنا نلاقي التوتال ريلوكتنس اللي هي ار1 زائد ار2، وبعدين بدنا نلاقي الكرنت اللي مطلوب انه يمشي هون بحيث انه يعطيه فلوكس دنسيتي، ماجنتيك فلوكس دنسيتي 0.5 تسلا في الاير جاب. يعني المطلوب من السؤال انه نطلع قيمه اي بحيث انه بي بالاير جاب تساوي 0.5 تسلا. طب ليش ما يجي السؤال هون هو بين الاير جاب وبين هذا، ليش ما قال لي بدي 0.5 تسلا؟ تمام نعم يختلف فلكس المنطقه الفلكس. طب ما هو الماجنتيك فلكس نفسه الفلكس هون هو نفس الفلكس هون هو نفس الفلكس هون، بس في ارقام الماجنتيك فلكس دنسيتي اللي بيختلف لانه الاير يختلف. الماجنتيك فلكس نفسه نفس الفلكس اللي بيمشي هون فاي هون 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 كله نفسه، لكن هذا فاي هون بيشتغل على اريا مختلف عن الاريا اللي هون. قديش تختلف الاريا اللي هون عن الاريا اللي هون؟ 0.5 ولذلك لازم تحدد بالسؤال اذا مطلوب ماجنتيك فلكس دنسيتي كثافه لازم اعرف المكان حتى اعرف الاريا واقسم فاي على الاريا، فاي على الاريا بتعطيني ماجنتيك فلكس دنسيتي. اذا هل عندنا كل شيء؟ هلا ضل بدنا كمان الريليتيف بيرميبيليتي تبعت الماده هاي، لازم اعرف ميو ار. ميو ار معطيني اياها هون 4000. دكتور بس بالنسبة للأربعة والعشرة اللي ال هذه اللي هي 40 سنتي، هذه هون 40 سنتي ال سي اللي هي هذا اللينكس تبعت الكور 40 سنتي قسمتها على 100 صارت 0.4 ها. وبعدين عندي ميو ار بتساوي 4000، ايش وحدتها ميو ار؟ دايمنشنلس. ميو نوت ايش وحدتها؟ يو نوت اللي هي ايش؟ البيرميبيليتي تبعت فري سبيس تساوي 4 باي تايمز 10 تو ذا ماينس 7 هنريز بير متر. ميو ار دايمنشنلس، ايش بتمثل ميو ار؟ نسبة ايش؟ يعني سهولة تمغمط هاي المادة بالنسبة للهواء وهي ريلاتيف ولذلك هذه دايمنشنلس. طيب إذا بدي ألاقي الآن ميو للمادة هاي اللي هي الفيروماجنتيك ماتيريال شو بتساوي؟ بتساوي ميو ريلاتيف بميو ميو نوت اللي هي 4000 مضروبة في 4 باي تايمز 10 تو ذا ماينس 7. هلا هاي وحدتها مش دايمنشنلس، هاي هنريز بير متر. النسبة بين شغلتين بتكون دايمنشنلس بس الرقم نفسه مش دايمنشنلس. إذا احنا جاهزين نحسب هلا ار للكور، هذا بنسميه الكور وهاي بنسميها الاير جاب. خلينا نحسب هلا الريلكتنس تبعت الكور. الريلكتنس تبعت الكور شو بتساوي؟ الريلكتنس قانون الريلكتنس شو بتساوي؟ ال سي على ميو ال او ال سي على ميو. ميو لمين هلا هون راح تكون؟ الفيروماجنتيك ماتيريال اللي هي ميو فيروماجنتيك في ال اي، واي هاي اي وحده فيهم راح تكون؟ اي تبعت مضبوط. ال سي معطيني اياها اللي هي قديش؟ 4.4 على ميو اف هي هذه 4000 في 4 باي تايمز 10 تو ذا ماينس 7 واي قديش؟ هي 12 سنتيمتر مربع بس ما بصير استعملها، شو بدي استعمل؟ 12 تايمز 10 تو ذا ماينس 4 هذا بيطلع معي ار اللي هو للكور. طيب ار للاير جاب ليش ما طرحت من 40 سنتي هذا الرقم؟ مهمل مهمل جدا يعني ما ملوش قيمه نقعد احسبه مش هيك؟ يعني 40 سنتي من 0.05 سنتيمتر. طيب هلا هذا بدي الاقي ال تبعت الاير جاب اللي هي قديش؟ 0.05 على ميو هون اي ميو بستعمل؟ ميو نوت ميو نوت تبعت الهواء والاي اي وحده بستعمل؟ الاي تبعت نفس الاير جاب اي 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 اللي هي اكبر ب 5% من هذه. إذا ال اي عندي بوينت هي 5 تايمز 10 تو ذا ماينس 4 على 4 باي عندي هون 4 باي 10 تو ذا ماينس 7 وهاي 1.05 ضربناها في قديش؟ 12 تايمز 10 تو ذا ماينس 4 المفروض يطلع معي الرقمين هلا تاكدوا منهم معنا بدل الحاسب رح احط انا الرقمين زي ما هم هون
عندي اول شيء اللي هو ار سي 66300 امبيرز بير ويبر، مش هيك؟ امبير تيرنز بير ويبر 66300 امبير تيرنز ويبر ماينس 1. وعندي تبعت هاي هون خلينا نحط 316 كمان امبير تيرنز بير ويبر. R over all شو بدها تكون؟ مجموعة بتساوي R C زائد R A 380 مش هيك؟ كمان نفس الشيء أمبيرز بير ويبر أو أمبير بير ويبر. صفى عندي. هلا أنا بدي أول شيء بدنا نحسب إحنا فاي، بدنا نحسب B اللي مطلوبة هون، B المطلوبة هون قديش كانت مطلوبة انها تكون 0.5 تسلا. هلا إذا أنا بدي إياها هون تكون 0.5 تسلا، إيش العلاقة بين فاي الماجنتيك فلوكس والماجنتيك فلوكس دنسيتي والأريا؟ اللي تطبق على المساحة. تمام، إذا عندي فاي على المساحة تساوي B. أنا عندي B المطلوبة اللي هي 0.5. لازم نطلع برا. المساحة معروفة مش هيك؟ إيش المساحة تبعت الأير جاب؟ 1.05 12 مش هيك؟ 1.05 12 × 10^-4 إذا هون تطلع عندي هلا فاي الكلية 6.3 فاي تطلع 6.3 قد ايش؟ 10 هو ناقص قد ايش على الصوره؟ 4. وهاي ايش وحدة فاي لازم تكون؟ فاي ايش وحدة بي؟ تسلا. وحدة فاي ويبر. إذا هاي فاي المطلوبة، هاي فاي هي نفسها راح تمشي هون وهون وهون. إذا صارت هلا عندي بقدر أرجع للمعادلة الأصلية، إيش المعادلة الأصلية؟ اللي بتشبه أومز لو. فاي بتساوي ام ام اف، أو مرات بنستعمل الرمز على ريلاكتنس. ريلاكتنس عندي إياها الكلية هيها مش هيك؟ فاي عندي إياها. شو ضل بقدر أطلع؟ ام ام اف. وام ام اف شو بتساوي؟ اي في ان، اي مش معروفه وان معروفه فاقدر احسب اي. اذا عندي هون راح تطلع معي فاي عفوا الام ام اف الماجنتو موتيف فورس بتساوي الريلاكتنس اللي هو 382,300 مضروبه في فاي اللي هي 6.3 × 10^-4 تطلع معنا الماجنتيك قديش؟ 240.85. شو وحدة الام ام اف بدها تكون؟ امبير تيرنز. فإذا عندي بتساوي ان في اي، اي مجهولة والبقية معروفين على ان، يصير عندي 240.85. كم لفة أنا عندي؟ 0.6. في علامة الـ MMF؟ أنا بس استعملت رمز تاني، عندي بس استعمل الرمز هذاك زي ما بدك، استعمل اللي بدك إياه. هذا الرمز هو رمز الـ أو السيمبل لـ MMF. أيوة أيوة تفضل. سؤالك إيش؟ LA هي هاي الطول، هذا اللينكس تبع الاير جاب. مش احنا استعملنا ال سي هون؟ هذه هون طول الاير جاب اللي هي معطيني هون 0.05 اوف سنتيمتر، يعني نص مليمتر. ايوه تفضل. الريلاكتنس تساوي ال في ميو على ميو على ال على ميو. ميو في ايه؟ ليش احنا اخذناها ميو ريليتيف؟ ايش ميو؟ السؤال هسه قبل هذا اللي هون هون هيك؟ ضربنا الريليتيف في ميو نفسها ميو نوت. الريلاتيف في ميول المادة المعدنية مغناطيسها أحسن من الهواء. بكم مرة أحسن؟ 4000. يعني مضروبات؟ مضروبين نعم. بس ريلاتيف
لا لا هذه اف هون انا حاططها اف اف للماده يعني للماده نعم في الربط نعم لما طبعنا الرياكتنس للكور للاي طبعناهم بالوحده كان فيها تيرنز لما جمعناهم شرحت لا لا مش مشكلة إذا بدك خلي تيرنز أو شيلها أنا بس بعتبر إنه تيرنز مش وحدة صحيحة يعني مش وحدة حقيقية نفس الإشي أنا بس ما حطيتهاش هون بس هي نفسها هي أمبير تيرنز وبير لوب